اهلا بحضراتكم من جديد، ومكمل حوارنا مع الكابتن يحيى يوسف والكابتن صابر حسين. كابتن صابر، يمكن عايز استعرض مع حضرتك تاريخ مصر او يعني مراكز مصر يعني خلال المشاركات في بطوله العالم، يمكن كان بدايتها سنه 1964. اتفضل. يعني كنا احنا لو بصينا على تاريخ مصر في كاس العالم هنلاقي مصر شاركت في عدد لا يقل عن 15 بطوله. تمام. 15 بطوله، واللي احنا فيها دلوقتي 16. تمام. اول بطوله لينا شاركنا فيها كانت سنه 64، وصلنا فيها على مركز 14، وكده غبنا فتره كبيره جدا، كنا غايبين على كاس العالم لحد 93. 30 سنه كده غايبين. 30 ايه ده؟ 29 سنه بالظبط. كتير قعدنا فتره كبيره غايبين. طبعا انا ما اقدرش اقول لك 93 دي في عودك في وجود بقى كابتن حسن مصطفى. بالظبط، دي كانت الطفره بتاعت الهاندبول في مصر، وكانت الطفره من سنه 90 كمان، مش 93 يعني، بس احنا كنا دخلنا في الطفره خلاص، بدايه الهاندبول والطفره على مستوى افريقيا او على مستوى العالم سنه 90. خلي بس نوضح للساده المشاهدين تاني، احنا اول بطوله اشتركنا فيها 64 سنه 1964، قعدنا من 64 زي ما كابتن صابر بيقول لغايه سنه 1993 ما نشاركش. 29 سنه مصر بعيد. ما بتشاركش. اتفضل يا كابتن. بعيد ليه؟ انا ما اعرفش طبعا. لا احنا بنتكلم على تاريخ ارقام. بالظبط. الاسباب بقى لكن موضوع تاني. لكن اول ما دخلنا وبدانا نشارك من 93 لحد النهارده ما فيش بطوله مصر ما شاركتش فيها. يعني تمام. بالتسلسل كده شاركنا في 93 و95 و97 و99 و2001، فضلنا ماشيين في التسلسل لحد النهارده. افضل مراكز خدناها ايه يا كابتن؟ افضل مركز طبعا لمنتخب مصر هو 2001. حضرتك لعبت فيها يا كابتن؟ كنت موجود فيها الحمد لله، عند ده خدنا فيها رابع عالم، وكان شيء انجاز. كانت فرنسا صح؟ كانت فرنسا موجوده، وكان ممكن نحقق احسن من كده كمان. دول طبعا الناس طبعا كنا فاكره وعارفه الظلم اللي حصل على منتخبنا ياميها. تتلعب فرنسا في فرنسا. فرنسا و قبل الماتش ده فرنسا في فرنسا، فده كان يفرق. فاكره يا كابتن؟ اه طبعا. يعني احنا لو قابلنا، لو كنا في المربع الثاني كنا وصلنا فاينل. لا احنا اوريدي كنا خلاص شبه واصلين، وهم الناس كنت عارفه لو منتخب مصر عدى ماتش فرنسا ووصل النهائي بناخد كاس عالم. ناخد كاس عالم ان شاء الله. ما فيش جدال خلاص. خسرنا فرق قد ايه يا كابتن؟ خسرنا فرق 3 اهداف. والشوط الاول منتخب مصر كسبان 3 اهداف، فرق 3. يعني خسرتوا الشوط الثاني 6. الشوط الثاني الحكام اختلفت ما بين بقى كارت احمر هنا ودقيقتين وطرد ونلعب ناقصين ولعب فرنسا. كسبنا 3 بس. اه طبعا بالظبط. فعملنا يوميها ملحمه، يعني احنا عملنا ملحمه حتى جمهور فرنسا في فرنسا نفسها لما كانوا بيشوفوا اللعيبه في الشارع بيقول لهم انتوا قطوع حق منتخب فرنسا. والصحافه الفرنسيه يوميها برضه كانت في فرنسا، الفرنسويين صعدوا وعاملين كاريكاتير كده ياسمين الهرم وياسمين لعيب فرنسي بيطلع الهرم، ويقولوا فرنسا صعدت الهرم بصعوبه مساعده الحكام. فطبعا ده بيدل لك الصحافه الفرنسيه نفسها. اه طبعا. بص هناك في مصداقيه. يعني الناس عندها مصداقيه وشايفه وعارفه احترام العالم كله. اكيد طبعا. اكيد. والحمد لله لحد دلوقتي لسه مش عارفين نخسر هذا الحاجز. يعني تاني افضل مركز كان امتى؟ التاني كان خدنا مركز سادس مرتين. سادس 95 و97 مع بعض. خدنا سادس في ايسلندا 95 واليابان 97. 97 صح. وبعد كده خدنا السابع في مصر. السابع 99 صح. يمكن الجيل ده التسعينات هو احسن. بالظبط. يمكن من 93 لحد 2001 سادس سابع رابع. يعني قعدنا فتره الطفره كده، قعدنا فتره بعيد شويه من 2003 بعدنا شويه، رجعنا اخر بطوله 2019 اللي احنا خدنا فيها تامن. من 2003 2017 كنا بعيد بعيد شويه 14 16 بعيد شويه في الترتيب. يعني كنا مش عارفين نعدي 16 نوصل مش عارفين نوصل خلاص. لكن في اخر بطوله في 2019 ديت الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نكسر هذا الحاجز ونعدي. عشان كده البطوله دي في مصر الناس والطموح لينا كلنا كمصريين وناس بتحب اللعبه، عايزين نعدي دور الثمانيه ودور الاربعه كمان. يعني عشان كده احنا شايفين ان منتخب مصر قادر يعمل دوت. الاجواء اللي فيها البطوله والفرق والنقص اللي فيه الفرق، والحمد لله البطوله في ملعبنا برده وكل حاجه متوفره للعيبه. فربنا يسهل ونوصل ان شاء الله. كابتن يحيى.